الأستاذ شريف عبد القادر الناقد الرياضي، وكل التفاصيل الخاصة عن النهاردة واليوم والمباريات، وأيضا الاستعداد الخاص بقى لمنتخبنا الوطني غدا لمباراته أمام لبنان. أستاذ شريف تحياتي لحضرتك. ازيك كابتن فاروق؟ أخبارك إيه؟ بنقل برضو تهانينا بشفاء الكابتن اسلام طبعا الشاطر، طبعا، وربنا يطمننا عليه وان شاء يا الله رب يقوم دايما بالسلامه ان شاء ان الله. شاء الله ان شاء الله. استاذ شريف، اخبار اليوم النهارده ايه؟ واخبار المباريات اليوم كانت مثيره جدا النهارده. النهارده كان في اربع مباريات، طبعا قطر اتعدت في الدقيقه 96 النهارده، لا مش قطر، قطر كسبت النهارده، قصدي العراق. العراق العراق النهارده قطر تعادلت. كسبت طبعا، وقطر كسبت البحرين. قطر كانت الافضل في او الاخطر طوال المباراه، منتخب البحريني أدى مباراة جيدة، ولكن تفوق المنتخب القطري في النهاية. وكان لسه دلوقتي الإمارات والأردن، سوريا الإمارات كسبت 2-1، سوريا 2-1 سوريا 2-1. يعني اليوم جميل طبعا، وأهم ما فيه الرسائل اللي تمت في حفل الافتتاح، رسائل عديدة جدا جدا جدا. الظهور المصري الطاغي في حفل الافتتاح اللي حضرتك تابعته، بالفنانين المصريين وبصوت المصريين اللي شاركوا في حفل الافتتاح، الفنانين ام كلثوم وعبد الحليم حافظ، وحتى الفنانين العرب غنوا اغاني مصريه، الفنانه ميادة الحناوي والراحله ورده والفنان حسين او المطرب حسين الجسمي. طبعا رسائل جاءت عديده، اولها طبعا الحرص على التلاحم العربي صحيح والاخوه العربيه، وصوره طبعا اللي قلبت السوشيال ميديا دلوقتي من ساعه الحفل بتاع، صوره الفنان الراحل او الليزر اللي اتعمل للفنان الراحل سعيد صالح، سعيد صالح، والفنان الكويتي طبعا حسين عبد الرضا، كانت يعني لمحه طيبه جدا جدا جدا. صحيح. السلام الوطني المصري اللي اتعزف ضمن كل سلامات، وكان نال تحيه كبيره جدا كل السلامات الوطنيه للمنتخبات الدول العربيه كلها، حتى الدول اللي ما شاركتش. فلا، حفل الافتتاح كان مبهر جدا وكان معبر جدا، وبيقول لنا عشان يبقى لك مستقبل لازم يبقى لك حاضر ويبقى لك ماضي. وفكره يعني او الجحا اللي دخلت في الاول دي، يعني ونوادره وحكاياته نوادر عربية، صحيح فيها محاكاه، صحيح فيها محاكاه للواقع الحالي، وازاي ان يعني وسائل النقل تطورت ازاي من كذا لكذا لوصلنا لغايه الحاله اللي احنا فيها صحيح. دلوقتي. صحيح، لكن خليني اقول لك مجمل الاداء الفني بالنسبه للمباراه يا استاذ شريف، بيقول قوه البطوله هتكون ازاي في الادوار الاخرى اعتقد يعني. بص طبعا يعني معروف في اي بطولات مجمعه دور المجموعات ده بيبقى الهدف منه تجميع نقاط للوصول الى الهدف بالتاهل للدور التالي يعني. طبعا لسه طبعا ما نقدرش نحكم على المستويات بشكل عام حتى الان، ولكن البطوله قويه، المجموعه اللي فيها منتخب قطر، المجموعه الاولى البحرين دي مجموعه قويه مجموعه جدا. صحيح. مجموعه قويه جدا، ديربي خليجي بين اربع منتخبات عربيه، فدي يعني دي اقوى مجموعه يليها مجموعه مصر. يعني انت عارف برضو مصر والجزائر ولقاءاتهم دايما ما بتحمل اثاره ونديه وحساسيات، فنتمنى ان شاء الله تكون مباراه جيده بكره. ايضا المنتخب السوداني تعرف ديربي نهر النيل، صحيح، او النيل شماله وجنوبه بين مصر والسودان، دايما بتبقى مباريات قويه. ايضا المنتخب اللبناني اللي يعني نتائجه مش قويه في تصفيات كاس عام، ولكن اداؤه قوي يعني، حتى كنا بنتكلم عن عنده طموح طبعا الظهور امام، وعنده طموح طبعا ان هو يحقق حاجه في البطوله. طيب طبعا النهارده كان في مؤتمر صحفي لكوش، قال في كلام مهم جدا، يعني عنوان لفت انتباهي بان هو طموحه كبير جدا وان هو يوصل لابعد نقطه، ولكن طموحه الاكبر ان يعود الى الدوحه في نهاية العام القادم المونديال. يعني ده كان عنوان مهم جدا، ان هو طبعا هدفه الأهم، والبطولة دي بتأتي في وقت هو كان محتاج فيه يعني وقت طويل يكون قاعد فيه مع المنتخب، ينقل أفكاره وخططه وطريقة اللعب اللي هو
يمشي بيها في المرحلة القادمة، خاصة وإحنا مقبلين على بطولة مهمة هي أمم أفريقيا في يناير المقبل في الكاميرون، ثم التصفية النهائية، وننتظر القرعة اللي هتبقى في مارس إن شاء الله للوصول للحلم الأكبر لينا كلنا اللي هو الوصول إلى المونديال. فرصة أيضا طبعا مهمة. كابتن عمرو السولية، كابتن عمرو السولية اتكلم بصفته أحد عناصر صحيح. الخبرة وأحد كباتن المنتخب عن الحالة اللي بيعيشها المنتخب دلوقتي كلاعبين قدامى أو لاعبين لديهم خبرات أو كباتن الفريق، والعناصر الجديدة اللي هي أول مرة، واحتوائهم ليهم، ولمزيد من الخبرة، لمزيد من الانسجام بين الجيلين. يعني هنستفيد جدا جدا كمنتخب مصر تحديدا من البطولة دي في غياب المحترفين، انت تقف على بعض العناصر المهمة اللي ممكن يعني يبقى لها دور في أمم أفريقيا إن شاء الله في الفترة إن شاء القادمة. الله. لكن ما فيش يعني، هل تتوقع أي تغيير في الشكل الفني أو التشكيلة عن المتوقع اللي هو يعني أعتقد أنا لا، وأنت زي ما اتكلمنا قلت عن لك امبارح، التشكيلة. يعني زي ما قلت لك امبارح التشكيلة لن تخرج عن، يعني يمكن يعني لو حصل هيبقى تغيير في مركز أو مركزين، لكن في ثوابت في المنتخب خاصة في مباراة الافتتاح. أنت بتحاول بقدر الإمكان تستغل يعني خاصة وأنت المرشح للفوز، يعني على الورق المنتخب المصري مرشح للفوز، حتى زي يعني زمايلنا اللبنانيين هنا يعني توقعاتهم تفوق الخيال ان منتخب مصر هيفوز بـ5 وعلى لبنان والكلام دوت، يعني في حاله يعني تفاؤل من ناحيتنا وحاله يعني تراجع كده يعني من جانب الاخوه بحكم الاشقاء طبعا اللبنانيين التاريخ هنا في اصلا. كرة القدم، ويمكن دي لعبة شعبية الأولى عندنا يعني مش عندهم، يعني طبعا طبعا أمور مختلفة. طبعا كان الاقبال امبارح والنهارده على التذاكر، استلام تذاكر المباريات من المصريين، الجاليه المصريه هنا يعني ما تخشش مول في مركز بيع او تذاكر تسليم من التذاكر الا ما تلاقي زحام شديد جدا، والمصريين يعني بيقابلونا يعني سعاده كبيره جدا بالمنتخب المصري. ايضا في يعني عرفت معلومه ان في 7000 تذكره بيعت لجمهور اللبناني، الجاليه اللبنانيه اللي عايشه هنا، فهيبقى في نديه كمان داخل الملعب وخارج الملعب في المدرجات. وزي ما شفنا النهارده اغلب المباريات كان يعني حتى مباراه الافتتاح كان حاضرها جمهور كبير جدا، صحيح، يعني رغم الاجراءات الاحترازيه الشديده جدا وما يثار حوالين كورونا والتحور اهم حاجه التحور الجمهور الجديد ده. مبسوط يا استاذ شريف، ده اهم حاجه. بالتاكيد كره القدم بالتاكيد من غير بالتاكيد، جمهور اولا بتبقى يعني اعتقد يعني اللي بتبقى لعبه النهارده يعني طبعا كان في اشاره يعني جيده جدا لينا كعرب، كلمه انفانتينو جاني انفانتينو الاتحاد الدولي بالعربي باللغه العربيه في الافتتاح، دي برضو بتبعت رساله كبيره يعني. لا يعني عايز اقول لك ان الاجواء هنا اجواء احتفاليه زي ما قلت لك امبارح، حلو حلو. مونديال مصغر، تجربه جيده للاشقاء في قطر قبل المونديال، تجربه جيده لينا كمنتخبات صحيح. خاصه منتخبات افريقيا اللي عندها امم افريقيا وعندها تصفيه نهائيه في للوصول للمونديال. لا بالتاكيد يعني البطوله اجواء هنا والبطوله هنا تحظى باهتمام كبير جدا جدا وبتغطيه اعلاميه كبيره جدا. بالتاكيد يعني طب المرحله هو الجايه النهارده دي استاذ او شريف الايام الجايه معالي الوزير دكتور اشرف صبحي كان موجود النهارده في التمرين، ها؟ كان موجود، كان جه موجود النهارده رئاسة وعمل السفير. لقاء مع وزير الرياضه القطري وراح حضر التمرين واجتمع باللاعبين. يعني لا كان عنده نشاط كبير النهارده في قطر منذ وصوله يعني صباح اليوم يعني، وحضر المباراه الافتتاح والحفل الافتتاح في الملعب. ايضا كان في ضيوف كتير جدا موجودين في حفل الافتتاح النهارده طيب من شتى الدول العربيه. جميل جدا، احنا طبعا اكيد تكون يعني زياره جيده وزياره لدفع لرفع المعنويات الخاصه بمنتخبنا الوطني.